طيب يا برو، زي ما انت شايف كده يا اسطى في العنوان، رجالك يا برو النهارده بنسخه، نسخه النهارده نسخه عظمه، نسخه نهايه المجال بمعنى الكلمه، نسخه مش هتشوف زيها في حياتك ومش هتشوف زيها قبل كده، ولا هتشوف زيها ولا شفت زيها. تمام، نسخه النهارده تعير على جي بي واتساب اخر اصدار، نسخه اجنبيه قابله للتعديل. تمام، بس قبل ما نبدا يا اسطى في شرح النسخه، تصلي على النبي يا برو، تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله. تمام، النسخة يا اسطى هتفتح معاك بالواجهة دي كده، زي انت شايفها برو كده، النسخة شكلها رايق يا اسطى، ده بالوضع العادي فيها مش الدارك. تمام، شكلها عظمة زي ما انت شايف كده يا اسطى. تمام، عندك هنا يا اسطى لو عايز تخفي محادثات، عندك هنا أيقونة قطع النت، عندك هنا لو عايز تعمل هداكن، عندك هنا أيقونة البحث. تمام، عندك هنا يا اسطى برايفسي كامل هنا. تمام، بيظهرولك جوه برضه أحسن من كده. تمام، عندك هنا يا اسطى رسالة رقم مش محفوظ، تكتب يا اسطى كده زي 2 وتكتب رقمه. تمام، دوس مراسلة يا برو، هيفتح معاك كده يا اسطى. تمام، خلصانة. عندك يا اسطى تعال نشوف الأوت بتاع النسخة، زي ما انت شايف يا اسطى الأوت بتاع النسخة شكله جاي من الجمود، يعني كلها هتعدل عليها، هتعدل في الأوت والصور والأسامي وخلاص على كده. تمام، نسخة عظمة يعني، تعديل الجي بي، بحب نسخة الجي بي جامد يعني. تمام، خش يا اسطى بقى ايه عن ميزات النسخة على طول، ندوس يا اسطى السي بي سيتنج دي كده نسخة بس. تمام، عندك هنا السي يا اسطى متجر سمات، بس مقفل النت. تمام، النسخة موجودة فعلا متجر سمات شغال. تمام، اللي هو يا اسطى البار العلوي، عندك هنا البار العلوي الستايل يا اسطى، شوف عايز تعمله ايه. تمام، انت ومزاجك بقى. تمام، نخليه كده مثلا العادي. تمام، ستوري يا اسطى، تفعيل ستوري زي الانستا. تمام، عندك لو عايز تضيف اسمك فوق كده والخبر بتاعك. تمام، هرجع بقى عندك هنا الاسطر، عندك يا اسطى يعني ايه تغير الاسطر. تمام، هو دي اسطر بقى اللي انت عايزها، غير فيها براحتك، وكل المميزات كل عارف فاهم. عندك الزر العام عايز تخفيه يعني اخفيه، نرجع كده. عندك هنا الحالة. تمام، لو انا عندك اسطر حياتي الحديثة، لو عايز تخفي الحالات وكده، عايز ترفع اشتراك 5 دقايق يا اسطى، مش اللي كلمتني عليها. عندك ناس طالب برايفسي بقى، فاخر ظهور، اخر زي محولة، خمسة الستوري، ما انا حاسس في الحالات، ما انا حاسس في الرسائل، اذا بصحي نظرة بعد الرد. تمام، ممكن عايز تقفل الواتس في حاجة يعني. نرجع بقى اسطى، عندك هنا اسطى الوان النسخة، عايز تغير اي حاجة في الوان النسخة. تمام، عندك الستايل اسطى الايموجي وكده. النسخة دي برو شغالة على اندرويد 7، اندرويد 10، اي اندرويد شغال عليه واي رامات. تمام، عندك هنا اسطى لو عايز تفرغ السيل، تمام، تنضف النسخة وكده، نسخة احتياطي واستعادة على سبيل ملف صيغة النسخة، انت ومزاجك بقى. عندك هنا الشات، لو عايز تطلبر ده في الشات. تمام، عايز تخفي صورة اللي انت بتكلمه، وعايز تخفي اسمه، يعني كل دي مميزات كل عارف فيها انا وكده. عندك هنا اسطى الاشعارات اللي هي اسطى اللي هو بتاعت الجي بي. عندك هنا اسطى التحديثات، العوز على النسخة اللي هو تجيلي التغييرات وبوستات الشكر والكلام ده كله. تمام، زي ما انت شايف كده شكلها عظمة يعني. عندك هنا قناة على اليوتيوب وكده. تمام، طبعا بقى تفتح تاني النسخة، رجعت النسخة بالداكن دلوقتي. نسخة بالداكن شكلها جامد يعني، وقريت النسخة يعني بقى. تمام، شكل النسخة بالداكن اهو، انت انا شايف كده. عندك بس الدرجات لوحدها، المجموعات لوحدها، والسطور لوحدها، شكلها جامد يعني. عندك بقى بص النسخة بالتأمين. تمام، جرب على كل الفيروسات. تمام، حدد بقى الفيروسات معانا كده، شفتوا سفرت الخريطة. تمام، والشفاط وكل حاجة، والفيديو كل حاجة لسه مجربها عليها، والنسخة فيها تسخير سريع، النسخة فيها كل حاجة ممكن تشوفها في حياتك. تمام، زي ما قلتها تسخير في أول فيديو، مش هتشوف نسخة زي دي تاني. تمام، كتجميل وكمميزات وكل حاجة، بس بجد يا اسطى نهاية المجال. تمام، متنساش بقى اسطى تشترك في القناة، دوس لايك يا اسطى وكومنت كده شجعني. تمام، كمل يا اسطى رمضان كده، دول مثلا كده من على التوجيه. تعال شوف بقى نص النسخة طلقة وهي بترمي. تمام، اهو. تمام، شايف يا اسطى النسخة طلقة وهي بترمي، تذكرة يا اسطى، تضيف العدد اللي انت عايزه وتكتبه. تمام، دوس سن ده هيتبعت. تمام، تمام، هي النسخة دي انت شايف بترمي في الواقع عاملة ازاي، فرس الموقع وكل حاجة. تمام، اهو يا اسطى لا تكمل رميان. عندك النسخة بتسرق ستوري برضو، يعني نفتح نشوف ستوري مثلا فينو،
بس في فاتحينه. ثانية بس مثلا الستوري ده كده، دوس هنا كده ستا وتدوس اهو عندك تحت هنا لو عايز اهو تنزله. تمام اتحفظ كده. تمام بس يا برو ده كان فيديو النهاردة، منساش بقى تشترك في القناة وتفعل الجرس يا برو عشان يصحبك كل جديد بنزله، ولايك كده يا اسطى، كومنت يشجعني، ولا اخواتي اشوف فيديو جديد. يلا سلام.